اهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من برنامجكم مساء الخير ليوم 22/2/22. امبارح اعلنت روسيا موافقتها على استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن اوكرانيا، وكان لنا تعليق ان احنا هنناقش ده بالتفصيل، لانه ده قد يكون من وجهه نظر البعض حريه واستقلال و مزيد من الحقوق، ومن وجهة نظر العالم الغربي هو بيوصفوه على أنه كارثة وأنه إضعاف الضعيف وتقسيم المتقسم، علشان يعني تبقى روسيا هي صاحبة السلطة الكبيرة على المكان، وبالتالي طبعا في موقفها يتغير إلى الأفضل في نزاعها مع أمريكا على أرض أوكرانيا. هنشوف التفاصيل وهنشوف لماذا يقف العالم على حافة الهوية بعد إعلان روسيا استقلال أو موافقتها على استقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله عبر زوم من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم للنقاش حول هذا الموضوع. خلينا ندخل في أخبارنا اللي بنبدأها بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى القاهرة عقب زيارة رسمية التقى خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء، حيث قام السيد الرئيس بزيارة اليوم لدولة الكويت الشقيقة، وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في مقدمة مستقبلي سيادة الرئيس. لدى وصول سيادته للمطار أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله دولة الكويت، وتم عزف السلام الوطني لمصر والكويت، وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد السفير بسام راضي أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة. خلونا نشوف جزء ونرجع مع حضرتك. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. عقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من أهمية هذه الزيارة أيضا أن التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث شكر الرئيس أخيه سمو أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد حرص مصر على استقرار
وأمن الكويت وكافة دول الخليج الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. ومن جانبه رحب سمو الأمير نواف بسيادة الرئيس وزيارته للكويت، وأشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وأشاد أيضا بالدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة. الأستاذ إبراهيم الدراوي الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. هذه الزيارة وصفت بالزيارة الهامة في المصادر الرسمية، ويعني ماذا تعلم حضرتك عن أهمية هذه الزيارة وتوقيتها الحقيقة؟ يعني خلينا نقول أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الكويت هي الدولة العربية الشقيقة. العلاقات ممتدة بين الكويت ومصر منذ الزمن البعيد، وبالتالي الزيارة مهمة. لو نظرنا إلى التصريحات الرسمية التي خرجت من الكويت تقول أنها زيارة هامة، زيارة لها بعد تاريخي وبعد سياسي قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ملك الكويت أو أمير الكويت. عندما نتحدث عن العلاقة الأخوية، العلاقة الاقتصادية، العلاقة السياسية، وخاصة نحن مقبلون على ما يدعو إلى الوحدة العربية وخاصة الوحدة المصرية الخليجية في هذا التوقيت. عندما نتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح، لا بعد إذنك يا أستاذ إبراهيم، ماذا تقصد بنحن مقبلون على وحدة بين مصر والخليج، تقصد إيه؟ يعني العلاقة بين الدول العربية تحديدا القاهرة ودول الخليج هي علاقة وطيدة، ونحن مقبلين على أن يكون هناك علاقة وطيدة، سواء كانت علاقة اقتصادية، سواء كانت علاقة سياسية، سواء يعني حضرتك تقصد ان في افاق سياسية واقتصادية اقوى بين القاهرة والعواصم الخليجية، يعني الخليجية وعلى رأسها بالمناسبة الكويت. وانت تتحدث عن ان العلاقة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي امتداد لأطر التواصل بين الدولتين، وخاصة فيما يتعلق ب الأمور اللوجستية والسياسية والاقتصادية بين القاهرة وبين الكويت. عندما نتحدث عن العلاقة الموجودة بين القاهرة والكويت وتحديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجد أن عملية تنامي حقيقية بين دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، حتى أنه أعتقد في هذا التوقيت من الممكن ألا يكون هناك زيرو مشاكل بين مصر وبين دول الخليج، أن يكون هناك علاقة أخوية، علاقة سياسية، علاقة اقتصادية، علاقة ود ومحبة. وكلنا نعلم ونسمع عما دار في هذه الزيارة والاستقبال الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة الكويت. ولو نظرت لوسائل الإعلام الكويتية التي استقبلت خبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجد أنها هي التي تحتل عناوين الصحف والنشرات الإخبارية في جميع الوسائل الإعلام، كانت مقروءة أو مسموعة. طب اسمح لي يا أستاذ إبراهيم، أسأل حياتك عن دور مهم حكيم لدولة الكويت كوسيط وكقادر على حل المشاكل العربية العربية وأحيانا الخليجية الخليجية. يعني مع الإشارة من سيادة الرئيس وسمو الأمير نواف للتحديات الإقليمية الراهنة، كيف ترى قدرة الكويت على لعب دور مهم في رأب أي خلافات وتوحيد المواقف المصرية الخليجية في الفترة القادمة؟ يعني خلينا نقول أن القاهرة عندما تسعى لدولة مثل الخليج، والزيارة هي زيارة مهمة لأن القاهرة بالفعل تتجه لأن يكون هناك وحدة عربية واحدة، وأن يكون هناك هدف واحد، وهو خلينا نقول أن القضية الفلسطينية هي مجمعة العالم العربي ووحدة العالم العربي في القضية الفلسطينية. فتجد أن الكويت لها دور حقيقي في القضية الفلسطينية، وأن مصر مشتركة مع في هذا الدور من أجل فلسطين. فهناك حالة من الشراكة بين القاهرة والكويت في دعم القضية الواحد، دعم القضايا اللوجستية بالنسبة للعرب في دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، والدور الكويتي المشهود في أن يكون مستمرة بين دول الخليج. وخلينا نقول أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين في مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الكويت كانت هي الراعي الرسمي للمصالحة الخليجية. نعم
بالظبط. بشكرك يا فندم جدا، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الدراوي الصحفي المتخصص في الشؤون العربيه. التقى ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر بيان بالكويت سمو الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت بحضور وفدي البلدين، الوفد المصري والوفد الكويتي. واكد الرئيس خصوصيه العلاقات الوثيقه التي تربط البلدين، ما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد. أكد على حرص مصر تطوير التعاون الوثيق هذا والمتميز بين البلدين في كل الأصعدة، سعيا لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية وما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة للتنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وركن أساسي لأولويات وثوابت السياسة المصرية. وأكد سمو ولي العهد الكويتي أنه يرحب بالسيد الرئيس والتقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادة وشعبها في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين. أيضا التقى السيد الرئيس السيسي اليوم في الكويت سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين مصر والكويت على المستوى الرسمي والشعبي والتشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، وتطلع مصر لتطوير التعاون مع دولة الكويت في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي. أما رئيس الوزراء الكويتي فيؤكد على عمق الروابط التي تجمع البلدين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجي. تعالوا نشوف فيديو عن نشاط السيد الرئيس اليوم ونرجع مع حضراتكم. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. وعقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية الكويتية قيادة وشعبا وأهمية دفعها لآفاق أوسع.
كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، والذي رحب بالسيد الرئيس في بلده الثاني الكويت. ثم استكمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت في قصر بيان. والذي حرص على توديع السيد الرئيس في نهاية زيارته لدولة الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في الكويت عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وولي العهد بيوم تأسيس المملكة. جاء هذا في عدد من التغريدات عبر تويتر يؤكد فيها السيد الرئيس تقدمه بالتهنئة لعاهل المملكة وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، الذي يعبر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها المملكة على جميع المستويات في ظل قيادة حكيمة. وسأل الرئيس في آخر التغريدة المولى عز وجل أن يديم على المملكة قادة وشعبا السلام والرخاء والأمن ومزيد من الازدهار والتقدم. أيضا مفتي الجمهورية يهنئ جلالة الملك سلمان وولي العهد بيوم تأسيس المملكة. أستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يهنئ جلالة الملك وولي العهد السعوديين والمملكة العربية الشقيقة بعيد يوم التأسيس. طبعا التهنئة جاءت للمملكة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال أول مرة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية اللي تم تحديده يوم 22 فبراير من كل عام وفقا للأمر الملكي اللي أصدره جلالة الملك سلمان. وقال مفتي الجمهورية في بيانه اللي أصدره اليوم الثلاث إن العلاقات الأخوية التي تربط شعبي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ضاربة في أعماق التاريخ يشهد بها القاصي والداني، ويؤكد استمرار التنسيق والتكاتف بينهما لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية. لليوم الثاني يستأنف مؤتمر الأسرة والمجتمع أعماله بالتعاون مع بيت العائلة ومؤسستي ويل سبرينج للتنمية الاجتماعية وأنا المصري. المؤتمر يعقد برعاية رئيسي بيت العائلة المصرية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وقداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسي أستاذ الدكتور محمد عبد الغني شامل أمين العام لبيت العائلة المصرية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية رئيس الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر المنسق العام لبيت العائلة. نشوف تقرير القناة عن اليوم الثاني لمؤتمر الأسرة والمجتمع ونرجع مع حضراتكم.
في الحقيقة احنا في بيت العيلة مداومين على تقديم المؤتمرات اللي بتخدم المجتمع المصري. ده ثالث مؤتمر او ثالث سنة بنعمل فيه المؤتمر دوت. كنا عملنا مؤتمرين قبل كده وده المؤتمر الثالث، واحنا معنيين النهاردة بالمجتمع المصري وأهمية دور الأسرة لما تمثله لدور مهم في الدولة. فالتربية والتنشئة الصحيحة اللي جوه البيت دي بتنعكس على المجتمع، وبنقدر ان احنا نطلع يعني افراد صالحين للمجتمع واسوياء. وعشان كده جيد يعني اهمية هذا الدور. وفي الحقيقة هي كانت مبادرة من بيت العيلة، طبعا تبناها قداسة البابا تودروس الثاني وفضيلة الإمام الشيخ الطيب، وإحنا موجودين النهاردة بعد جهد وتعب كبير قوي في تحضير المؤتمر دوت. طبعا المؤتمر ده مهم جدا للقاء مع الإخوة المسيحيين في بيت العائلة المصرية. طبعا إحنا بنشكر بيت العائلة المصرية على هذا المؤتمر، هو أتاحنا التعرف على الإخوة المسيحيين والتجاوب معاهم، وكمان أتاح لينا إن إحنا يعني يبقى في ترابط بيننا وبين الإخوة المسيحيين. وطبعا هو اللقاء اسمه بيت العائلة المصرية، والعائلة معناها الترابط ومعناها الود ومعناها المحبة، وده بيزيد من الألفة والمحبة بيننا وبين الإخوة المسيحيين. اللقاء بيتكلم عن الأسرة وإزاي الأفراد الأسرة يعيشوا مع بعض في جو اللي بيقول عليه كاسي المدرب الأساسي في هذا اللقاء في جنة. بعيدا عن الموضوع ده، أنا عملت فلاش باك على إيه هي أسباب التفكك الأسري، إيه أسباب إن العلاقات داخل الأسرة لم تعد العلاقات الحميمية أو الحميمة اللي كانت موجودة طول تاريخنا. ويعني رحت ناحية العولمة واللي حصل في العالم والتكنولوجيا ودورها في إنها بدل ما جت علشان توصل العالم بقت تفك العالم أو تبقى لا تواصل يعني. فإحنا دلوقتي بنرفع شعار يمكن موجود في مصر دلوقتي، موجود حتى بتشوفه في الإعلانات على الطرق الكبيرة، إزاي نبقى سوشيال وزاوت ميديا، يعني إزاي نرجع تاني لحياتنا الاجتماعية الطبيعية، عندنا قيم، عندنا ترابط أسري، عندنا علاقات الأسرية اللي كانت جيلي مثلا كانت موجودة فيه. أنا حكيت ده في المحاضرة، حكيت إزاي إحنا تربينا في جو من الألفة والحميمية والقيم اللي إحنا بنسميها في علم الاجتماع قيم رأس المال الاجتماعي، الحب، التسامح، احترام الآخر، الثقة اللي بتبني المجتمعات ولا تهد أو تهدم هذه المجتمعات. النهاردة مؤتمر بيت العيلة بيكلمنا عن الأسرة والمجتمع، والأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، فإذا صلحت الأسرة يبقى يصلح المجتمع. فبيركزوا على الشيوخ والقساوسة أنهم عشان ليدرز أو قادة يبتدوا يدوا الدور الإيجابي لدور الأب والأم، بحيث أنهم يكونوا قدوة، أنهم يصلحوا من نفسهم، ان هم يتعاملوا عشان يكونوا قدوة الأولاد ويطلع أولاد أسوياء أصحاء، بعيد عن الانحراف، بعيد عن الإدمان، لأن اكتشفوا أن سبب الانحرافات والإدمان في الأطفال بسبب تفكك الأسرة وبسبب انحراف الأب أو الأم. فإحنا بنقول يا رب أن إحنا ندعم الأسرة بكل الحب، بكل التسامح، بكل الغفران، بنرجع لأنفسنا ونراجع ضميرنا عشان من أجل أولادنا ومن أجل تبقى مصرنا الأم الكبيرة كلها خالية من الإدمان وخالية من العنف والإرهاب، وتبقى مليانة بالحب وبالسلام والأسرة السوية الطيبة. المؤتمر ده من الحاجات المهمة جدا اللي بيتبناها الأزهر الشريف والكنيسة، بيدور حوالين الأسرة وأهمية الأسرة في بناء المجتمع، وإن الأسرة دي اللبنة الأولى من المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. ودايماً بالأخص بيركزوا في المؤتمر من امبارح على إن البيت هو أساس الأخلاق، وإن إحنا شايفين إن في أمواج وفتن حوالينا كتير، ونظام الحداثة والعولمة والأمواج دي كلها، والحاجات الغزو الفكري اللي بيتعرض له العالم،
فازاي اللي احنا نقابل هذا الغزو وهذا وهذه الفتن وهذه الامواج بالتماسك والتلاحم ما بين ابناء الشعب المصري المسلم والمسيحي، ويبقى في كيان اسري على مستوى الدوله فضلا انه يكون على مستوى الاسر والمجتمعات. سعدت جدا على التآخي والتآلف والإخاء الحقيقي، يعني الشيوخ بجانب القساوسة والكهنة شيء بيعبر عن وجه مصر الحضاري اللي كانت دولة من 7000 سنة ولم يكن هناك دول في العالم بغير مصر، فمصر بلد التحضر، بلد الديمقراطية، بلد المواطنة بمعناها الحقيقي. وأعود وأكرر شكري وتقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نرجع تاني بقى لموضوع روسيا واعترافها بالمنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم نيته استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا ووصول موسكو للأسواق المالية الأوروبية، وذلك ردا على اعتراف الكريملين باستقلال دونيتسك ولوغانيسك. بيان المفوضية الأوروبية بيقول إن العقوبات المقترحة تشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء، استهداف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين، وسيتعين إقرارها من قبل جميع الدول الأعضاء 27، ويستعد الاتحاد الأوروبي لتبني هذه الإجراءات الإضافية في مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر في ضوء تطورات إضافية. يعني في دي الإجراءات الحالية ولسه بيستعدوا بيجهزوا عقوبات أقوى يعني. وقال كمان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف الأشخاص المتورطين في القرار غير الشرعي بالاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين والتجارة في المنطقتين من وإلى الاتحاد الأوروبي. إحنا عندنا طبعا يعني فقرة الحوار كلها عن هذا الموضوع، لكن الحقيقة عندي خبر بيوريكم أهمية هذا الموضوع لروسيا، و مش هقول استماتة لكن يعني عدم المناقشة في هذا الموضوع. انه خلال اجتماع مجلس الامن الروسي امس الاثنين ظهر رئيس الجهاز جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين متردد في تبادل الجمل والاراء مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مسألة الاعتراف باستقلالية المنطقتين، بعد بس لقطات من الاجتماع التلفزيون الرسمي الروسي بس خطاب لبوتين اللي وقع بعد ذلك على وثائق تعترف باستقلالية المنطقتين. اللي حصل، أنا مكتوب عندي الحوار، اللي حصل إنه ناريشكين كان بيتلعثم وقال في الأول وافق على أنه يمكن منح شركائنا الغربيين فرصة أخيرة لعرض فكرة إجبار كييف على صنع السلام والوفاء باتفاقيات مينسك في أقرب وقت ممكن، خلاف ذلك يجب أن نتخذ القرار الذي نتحدث عنه اليوم. يعني هو في الأول كان بيعلن أنه هو رأيه أن احنا نستنى شوية وندي فرصة لأوكرانيا تحل مشاكلها مع المنطقتين دول. بوتين قال له ماذا تقصد بخلاف ذلك؟ هل تقترح بدء عملية التفاوض؟ قال له لا، أنا أم تعترف بسيادة الجمهوريتين؟ فقال له أنا، قال له قول بصراحة، قال له سوف أؤيد اقتراح الاعتراف. فقال له سوف تؤيد ولا تؤيد فعلا؟ تحدث مباشرة. الحقيقة أنه هذا الحوار وافق بقى ناريشكين وقال حسنا أنا أقول أنا أؤيد اقتراح دمج الجمهوريتين في الاتحاد الروسي. قال له احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم عن الاستقلال، وقال له نعم أؤيد الاعتراف باستقلاله. ويبدو أنه ده معناه أنه حتى في داخل روسيا الأمر مش مستقر كإجماع لأصحاب المناصب العليا قد ما هو رغبة لفلاديمير بوتين. وده برضو هنستجلي معني إذا كان فعلا هو ده اللي يفهم من هذا الحوار مع ضيفنا النهاردة الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم من نيويورك. نروح لإثيوبيا. امبارح عرضنا على حضراتكم بيان وزارة الخارجية المصرية اللي بتستنكر فيه الإجراءات الأحادية الجانب مرة ثالثة بعد جولتي ملء السد في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، رغم توقيع رئيس وزراء إثيوبيا على إعلان المبادئ في 2015.
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم وجه رسالة جديدة لمصر والسودان بشأن سد النهضة. ده طبعا بعد ما امبارح أعلن الأفراح ببداية توليد الكهرباء من السد. حسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، قال في خطاب له رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الجلسة الثالثة الطارئة لمجلس النواب الإثيوبي بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر: نريد التعاون مع مصر والسودان، وكما وعدنا نقوم بتوليد الطاقة وإطلاق المياه النقية، والمياه الصادرة من الروافد العليا للنيل الأزرق في إثيوبيا متاحة لجميع البلدان الثلاثة، ونحن جاهزون طالما يوجد حل يفيدنا جميعا. لا ينبغي أن تكون إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تشجع على توقيع وتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني مع دول حوض النهر ومن أجل مصلحتهم الخاصة، فإن جميع البلدان مضطرة للانضمام. أستاذ دكتور زكي البحيري، أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة المنصورة، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني تعليق حضرتك على رسالة أبي أحمد النهاردة اللي يعني تكاد تكون بتقلب الحقائق، كأن إثيوبيا هي الدولة اللي بتسعى لتوقيع الاتفاقيات اللي تخلينا كلنا نتعاون ومصر والسودان هم اللي رافضين. طبعا هو بطبيعة الحال يعني سياسة أبي أحمد فيها مراوغة وفيها تردد أيضا، فيها قبول وفيها رفض. هو في الاحتفال بعد انطلاق المرحلة الأولى لتوليد الكهرباء يتحدث في البرلمان على أنه يجب يكون في تفاهم بين البلدان الثلاثة، وأن يعني يتم التفاهم أيضا، وأنه هو جاهز لهذا الكلام حسب ما بيقول. هنا ده بيرجع الأمر إلى الآتي: أولا طبعا قانون الأنهار الدولية، وأن ممنوع أن دولة من دول المنابع تقوم بعمل يعني منفرد فيما يتصل بعملية إقامة السدود أو غيره، خاصة لو كانت المياه الجارية في هذا النهر سوف تؤثر على دول المصب، وبالنسبة لمصر بالذات اللي هي حياة وموت بالنسبة لها. مياه النيل. اسمح لي أسأل حضرتك عن أنه البعض تحدث بالأمس عن أنه لم تكن هناك حتى الأمس أي لقطات فوتوغرافية أو فيديو للتوليد الحقيقي للطاقة من السد. هل فعلا نجحوا في توليد الكهرباء؟ يعني مرت هذه العملية بسلام؟ حتى لو تم هذا الكلام، هنا الأمر يعني لن يحقق ما هو مراد بالنسبة لإثيوبيا، لسبب لأنه إذا كانت يعني هنا رغم اختلاف المواقف هنا لن يتمكنوا من توزيع الكهرباء المنتجة عندهم وتصديرها، وهم أشاروا أنهم يريدوا أن يصدروا الكهرباء إلى أوروبا وغيره دون السودان كدولة مرور لأبراج الكهرباء. صحيح. ودولة مصر كدولة تصدير لأوروبا. طيب يا فندم، أخيرا عايز أسأل سعادتك عن التعهدات الإثيوبية، مثلا إعلان المبادئ اللي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي في 2015، يعني كيف تتملص إثيوبيا من هذه المعاهدات الدولية؟ مش المفروض أنه الحكام بيلتزموا بالأبليهم لأن كل ده يمثل الدولة معا؟ المفروض، لكن مسألة المراوغة والتملص من اتفاقات دولية هذه تحدث من كثيرا يعني في تاريخ العالم، وإثيوبيا واضح عندها مثل هذا الموقف، وإن كان المفروض إن في بند من البنود في اتفاق 2015 بأنه لا يتم عملية تشغيل هذا السد إلا باتفاق بالدول كلها. إذا كان الأمر كذلك فأنتوا عليكم ونيتكم سليمة بالشكل ده، خلاص نعقد اتفاق ملزم. هذا الاتفاق الملزم قبل أن نقوم به في شروط معينة وحاجات معينة فيما يتصل حتى في هندسة السد نفسها، أو إنتاج الكهرباء فيه، أو كميات المياه اللي ممكن إنها تتخزن، إلى آخر هذا الكلام. طيب يا فندم، أنا بشكر سعادتك جدا دكتور زكي البحيري أستاذ الدراسات الإفريقية جامعة المنصورة، وأروح مع حضراتكم
لخبر آخر، حيث شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو المستويين إعصار 63 الذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، يستمر لعدة أيام في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المتعددة. سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية نصر العسكرية، مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء عادل، ألو، يبدو أن إحنا لم ننجح أو وصلنا وقطع الاتصال. طب احنا بنحاول نوصل تاني لست اللواء عادل العمدة، وهذا التدريب ربما تحدثنا عنه في بدايته، وهو تدريب او مشروع بيسموه مشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين اعصار 63، تشكيلات من الجيش الثالث الميداني تنفذ هذا المشروع اللي بيستمر لعدة أيام. أما اليوم فكانت المرحلة الرئيسية لهذا المشروع. سيادة اللواء عادل، ألو، مساء الخير يا فندم. أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ إيهاب. سيادة اللواء، يعني هذا المشروع، مشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين إعصار 63، كيف تتحدث عنه وكيف تثبت من خلاله تشكيلات الجيش الثالث الميداني قدرتها، وأي نوع من التحديات ممكن نشوف أن المشروع ده بيدرب أبنائنا على مجابهته؟ هو جميع أنواع التحديات، هي الفكرة مش فكرة في مسمى المشروع فقط لغير، ولكن فكرة التعاطي مع الموضوع من خلال أعمال التدريب اللي بتعد بنأهل فيها يعني الكبار القادة والعناصر الفعالة من الضباط والضباط الأصاغر والقيادات والمستويات المختلفة في التدريب على تنفيذ الالتزامات التدريبية المستهدفة من المشروع نفسه. أما فيما يتعلق بالتحديات، فالتحديات هي التحديات المرصودة سواء في الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي أو في الغرب أو في أي كان الاتجاه الاستراتيجي المنوط به الدفاع عن أمننا واستقرارنا. العناصر المكلفة بالدفاع عن هذا في مجابهة هذه التحديات تستطيع القيام بما يوكل لها من مهام باحترافية شديدة. التدريب ده في حد ذاته بيعرف العناصر كيفية التعامل مع بعضها، كيفية التعاون المشترك بينها وبين الآخرين كأسلحة مختلفة يعني وعناصر مختلفة للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود بأقل خسائر أو بدون. ده الهدف الرئيسي من التدريب. تمام. طيب فندم، يعني فكرة الجيش الثالث ربما كثير لا يعلمون، يعني هل ده مرتبط بشيء جغرافي، فرق الجيش الثالث عن الجيش الثاني، ولا مرتبط بوحدات معينة في القوات المسلحة؟ الفكرة التقسيمات الجيوش والمناطق دي فكرة مرتبطة بالأهداف أو بالمهام اللي بتوكل إليها في عمل التأمين وحفظ وسيطرة القوات المسلحة على أراضي الدولة المصرية. تمام. الجيش الثالث منوط دي الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي الشرقي، والجيش الثاني منوط به اتجاه الغربي الشمال الشرقي. الشمال الشرقي فندم. الغربي بقول لحضرتك، الجيش الثاني لا، الشرقي الشرقي الشمالي، شمالي شرقي وجنوبي شرقي. تمام. بس دي الفكره في التعاطي، المهام مكلله للعناصر دي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي الشرقي ودي في الشمال الشرقي. طب اخيرا سيادة اللواء، يا ريت حضرتك تقول لي تعليقك اعمال التامين تعمل كيفيه مجابهه التحديات في كافه الاتجاهات ايا كان جنوبي او شمالي. طب يا فندم، يعني تعليق سيادتك على تسريع وتكثيف وتيره التدريبات المشتركه مع اهم دول العالم. امبارح كنا بنتكلم على تدريب بحري وجوي بيننا وبين فرنسا، يعني ده الى ما يشير في راي سعادتك؟ فكرة تبادل الخبرات بين مصر وبين الدول المختلفة وخصوصا المتقدمة في مجالات معينة زي المجال الجوي والمجال البحري بالنسبة لفرنسا. اعتقد ان دي بتدي حالة من نقول الزخم، الخبرة، المرونة، التكتيكات، نتعرف على تكتيكات جديدة، اسلحة جديدة بيكون في السوق، بنشوف احتياجات في طبيعة المعركة يعني، فبنشوف احتياجاتنا ليها، هل احنا فعلا محتاجين هذه الاسلحة ان تنضم لاسطول القوات المسلحة من عدمه. العناصر اللي بتتدرب بتشوف رؤية العين، التدريبات دي بتمارس فعلا تدريب فعلي حقيقي مع عناصر مختلفة عنها، فهنا
نشوف ان فكره الخبره واكتساب المهاره والتعاون الوثيق وكيفيه تحديد التحدي نفسه او مجابهته هتبقى ازاي من خلال الخطوات التنفيذيه الفعليه على ارض الواقع بممارسه حقيقيه ازاي، خلاف التدريب الجاف او التدريب اللي هو على الورق او على الخرائط، ده تدريب فعلي وحقيقي وبنقابله كلنا في باحترافيه شديده ويؤدي باحترافيه شديده بالمناسبه، وكل جيوش العالم بتحاول تتقرب من الجيش المصري وتتعامل معاه ارتباطا بكونه هو يعني فعلا يمتلك من القدرات والامكانيات والاحترافيه، لان يمكن من اقدم او من احدث الجيوش اللي تخاضت معارك الجيش المصري بعد حرب اكتوبر 73 ويعني مشاركته في حروب اخرى في حرب تحرير الكويت وحرب الخليج الاولى، يعني عايز اقول ان شراكته ويمتلك من الخبرات والقدرات اللي تخلي العالم فعلا يبحث عنه لكي يتعاطى معاه ويتفاعل معاه ويقدر يستفيد من خبرته في التعامل مع الاحداث والمهام اللي بتوكل اليه. شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. خلينا نطلع فاصل ونعود لاستكمال اخبارنا.